probability of an event. احنا نعرف انه الايفنت هو عبارة عن subset from a sample space. السامبل سبيس قلنا هو يعني يحتوي على كل الاحتمالات الممكنة لأي تجربة عشوائية. أما الايفنت فهو يمثل جزء من السامبل سبيس. ممكن أن يعني ذكرنا سابقا أنه ممكن الايفنت يكون يحوي على جزء من عناصر السامبل سبيس، وممكن أن يحتوي على كل عناصر السامبل سبيس، وممكن أن ما يحتوي على أي عنصر من عناصر السامبل سبيس. فحتى نطلع الـ probability of an event، يعني احتمالية ظهور هذا الايفنت، حتى نطلع احتمالية الايفنت لازم نجمع الاحتماليات للعناصر اللي هي نسميها sample point داخل الايفنت. يعني مثلا عندي هنا هذا ايفنت A بيفد مجموعة أرقام مثلا 1 2 4 إلى آخره. حتى أطلع الـ P of A اللي هي احتمالية ظهور الإيفنت، لازم أني أطلع هنا الـ P of 1، الـ P of 2، الـ P of 4. لازم أني أطلع الاحتمالية لكل وحدة من هذني اللي هي نسميها sample point اللي هي العناصر، لازم أطلعهن وأجمعهن. ناتج جمع هذه الاحتماليات ينطيني الاحتمالية الإيفنت. طبعا هنا أكو شيء جدا مهم لازم نعرفه، أنه أي احتمالية لازم تكون قيمتها بين الصفر والواحد. يعني ماكو احتمالية قيمتها أكبر من الواحد، ولا أكو احتمالية قيمتها أقل من الصفر. لازم تكون الاحتمالية بين هذه القيمتين. هسا نجي على الاحتمالية الـ P of S اللي هي احتمالية الـ sample space. احنا ذكرنا انه الـ sample space هو يحتوي على كل الاحتمالات الممكنة لأي تجربة عشوائية. لذلك الـ probability بالنسبة للـ sample space هو نفس الشيء، يعني نفس الفكرة مال event، يكون يعني عبارة عن مجموع الاحتماليات للعناصر اللي داخل هذا الـ sample space. فبما أنه الـ sample space يحتوي على كل الاحتمالات الممكنة، لذلك مجموع هذه الاحتمالات شنو يكون؟ يكون واحد. هذا شيء جدا مهم لازم نعرفه. وهنا أنا عندي probability of the event تكون يعني قايل لي بين الصفر والواحد. ليش؟ على اعتبار انه الايفنت هو ممكن يكون جزء من السامبل سبيس، فبالتالي تكون الاحتمالية مالته اصغر من الواحد، لان يعني الاحتمالية الكلية اللي هي احتمالية السامبل سبيس واحد. فاذا كان الايفنت يحتوي على جزء من عناصر السامبل سبيس، فالبروبابيلتي بالنسبة للايفنت حيكون اقل من الواحد. أما إذا كان الإيفنت يحتوي على كل عناصر السامبل سبيس، فبهالحالة الإيفنت راح تكون البروبابيلتي مالته تساوي واحد. أما إذا كان صفر، فهنا بهذه الحالة إذا كان الإيفنت ماكو ولا عنصر من العناصر مالته هي يعني بالسامبل سبيس، يعني probability of phi اللي هي الحالة اللي قلنا phi تساوي صفر. طبعا هنا عندي اذا كانت الـ A والـ A1 A2 A3 هي عبارة عن مجموعة احداث اللي هي يعني مجموعة event، وكل event يكون يعني منفصل عن الثاني، يعني ما واحد ما متعلق بالثاني، اللي هو نسميه mutually exclusive event. فالاتحاد بالنسبة لل يعني هذه الاحتماليات P of A1 A2 A3 هو شنو حيكون؟ P of A1 plus P of A2 plus P of A3. طبعا الاتحاد بالـ probability يترجم إلى عملية جمع. زين، هسه نجي ناخذ مثال حتى
تتوضح الفكرة. هسه هنا أنا عندي كوين هي العملة المعدنية اللي بيها وجهة مثل ما نعرف، وجه صورة ووجه كتابة اللي هي نسميها head و tail. بدنا نرميها مرتين، يعني رمينا العملة المعدنية ورميناها بالمرة الثانية، شنو داري يقول what is the probability، إيش قد احتمالية that at least one head of your، يعني إيش قد احتمالية بأن يظهر الهيد أقل شيء مرة واحدة. زين، حتى نطلع هذا هو هذا ايفنت اللي هو يعني فد ايفنت معين، هذا الشرط بي انه البروبابيلتي يعني هذا الايفنت اللي هو يعني سوري هذا المطلب هو احنا راح نفرضه فد ايفنت اللي هو اي اللي هو عبارة عن يحتوي على الاحتمالات كل الاحتمالات اللي بتكون يظهر بيها الهيد أقل شيء مرة واحدة، يعني كل يحتوي على العناصر بحيث أنه الهيد يظهر أقل شيء مرة واحدة. زين، حتى نحل مثل يعني مثل هيش سؤال، بالبداية لازم شو نسوي؟ نطلع السامبل سبيس. السامبل سبيس اللي هو شنو؟ قلنا كل الاحتمالات الممكنة لأي تجربة عشوائية. زين، احنا دريد نرمي العملة المعدنية مرتين، فشنو كل الاحتمالات الممكنة الناتجة من رمي هذه العملة المعدنية لمرتين؟ ممكن نسويها بشكل تري مثل ما أخذناها، وممكن هي يعني ببساطة نقول يا أما بالمرة الأولى يطلع هيد والمرة الثانية يطلع هيد، أو بالمرة الأولى يطلع هيد والمرة الثانية يطلع تيل، والمرة الأولى يطلع تيل والمرة الثانية يطلع هيد، أو بالمرتين يطلع تيل. هذه هي كل الاحتمالات الممكنة، لذلك sample space حيكون head 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 tail tail head tail tail، هذا هو sample space. زين، هسه إذا قلنا إنه هذا الكوين is balance، يعني شنو؟ يعني هذا هاي العملة المعدنية تكون الأوزان يعني وزنها من الجهتين متساوي، يعني ما يكون بد وجه أثقل من الوجه الثاني، لا يكون من الجهتين متساوي، لذلك احتمالية ظهور الهيد هي نفس احتمالية ظهور التيل، لذلك هذه الحالة شو نسميها؟ الـ outcomes هي equally likely، يعني احتمالية ظهور الـ outcomes تكون يعني الهيد والتيل تكون متساوية. زين، هسه احنا شنو نريد؟ شنو نطلع؟ حتى نريد نطلع نريد نطلع probability of the event اللي يحتوي على عناصر بحيث اقل شيء يطلع لي هيد. زين، هذا الايفنت اللي احنا حنستنتجه بالبداية من sample space اللي هو يحتوي على كل العناصر بحيث اقل شيء يطلع الهيد مرة واحدة، اللي هو head 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 tail tail head. طبعا هذا العنصر ما ظهر بهذا بالايفنت، ليش؟ لانه الشرط يقول at least one head occur، يعني اقل شيء الهيد لازم يظهر مره واحده. زين، احنا شو نريد نطلع؟ احنا نريد نطلع البروبابيلتي. احنا قلنا قبل شويه قلنا حتى نطلع البروبابيلتي لازم نطلع بالبداية الـ probability للـ sample point، يعني شنو يعني هذه العناصر. زين، هسا نرجع على sample space حتى نطلع الـ probability لهذه العناصر، راح نفرض انه الـ probability لهذه العناصر اللي نرمز لها بـ W، فهنا عندي خل شوية نمسح. فهنا عندي احتمالية، بما انه قلنا equally likely يعني احتمالية ظهور الهيد هي
بقد يعني احتمالية ظهور التيل. فهنا أنا عندي الـ outcomes الـ probability مال الـ outcomes مال sample space كلها تكون متساوية. فهنا أنا حتكون w w w w. زين احنا نريد هسه شو نطلع؟ نريد نطلع الـ probability مال هذه الـ w، يعني هذه مال هذه العنصر اللي احنا هسه رمزناه لـ w. نريد نطلع قيمته ايش قد حتى نجمعهن، نجي نعوضهن هنا ونجمعهن بتطلع الـ probability مال الـ even. زين احنا نعرف انه الـ probability مال الـ sample space هي واحد. ليش هي هذه واحد؟ لأنه السامبل سبيس ذكرنا أنه يحتوي على على كل الاحتمالات الممكنة لأي تجربة عشوائية. زين بنفس الوقت السامبل سبيس هو ممكن أنه نجيبه من مجموع هذه W. فهنا يعني هذه الاحتمالات مال السامبل بوينت، فنقول W زائد W زائد W زائد W يطلع واحد، 4W يساوي واحد. فبالنتيجة عندي ال W راح يطلع لي واحد على 4. هذا هو ليش، لأن قلنا هنا أنا عندي W W W W هنا أنا. فمجموعهن يساوي 4W، مجموعهن يساوي لي حيطلع لي sample space اللي هو 1، 4W يساوي 1، W يساوي 1 على 4. زين هسه أنا عرفت الـ probability للـ sample point. هسه بسهولة أجي أطلع الـ probability مال الـ A. الـ probability مال الـ A هنا إيش حتكون؟ هنا أنا عندي W plus W plus W. هنا أنا راح تطلع لي شقد أنا عندي كل ال W طلعت قيمته هي 1/4. هنا أنا هذا مثل هاي عندي بالشكل، هنا 1/4 زائد 1/4 زائد 1/4 يطلع 3/4، اللي هي احتمالية، يعني الاحتمالية لهذه هذا الإيفنت. زين هسه عندي مثال ثاني. عندي زار يقول هذا الزار اللي هو حجر نار، من يعني يقول انه هو المصنع بطريقة بحيث انه نسبة ظهور الايفن نمبر هي ضعف نسبة ظهور الـ odd number، يعني الأرقام الزوجية تظهر ضعف الأرقام الفردية. زين إذا قلنا أنه الـ E هو عبارة عن event that number less than 4، الـ event هو عبارة عن الـ يعني مجموعة الأرقام اللي أقل من 4 on a single toss of the die، برمية وحدة. شنو دا يريد؟ يريد احتمالية هذا الايفنت، يعني احتمالية انه الارقام تكون اقل من 4. هسه احنا بالبداية قلنا لازم شنو نطلع؟ لازم نطلع السامبل سبيس مثل المثال السابق. نعرف احنا انه السامبل سبيس لحجر النرد هي كل الاحتمالات الممكنة اللي ممكن تظهر، اللي هي من 1 إلى 6، 1 2 3 4 5 6. زين بعد شنو الفقرة الثانية اللي لازم نطلعها؟ اللي لازم نطلعها هي W. ليش؟ حتى هذه W هذه شو تمثل لي؟ تمثل لي الـ probability مال sample point اللي داخل الـ sample point اللي هي يعني هاي probability مال هذه العناصر. زين هسه شلون اطلع عن هذه W؟ هنا انا عندي الحالة مختلفة، يعني بالمثال السابق كان عندي equally likely، يعني من يقول لي equally likely يعني هذه W لكل الاحتمالات لكل الـ outcomes ما sample space تكون نفسها. بس هنا ايش دايقول؟ دايقول لي انه الايفنت نمبر يظهر ضعف الاود نمبر، لذلك
انه شو نقول ال w بالنسبة يعني لل even لل odd number هو نرمز لها w، وال probability بالنسبة لل event number لل even number يعني للرقم الزوجي هو 2 w. يعني هنا أنا عندي ال even number ال event number راح نرمز لها راح نعطيها 2 w. ليش؟ لأنه هو دا يقول لي أنه ال event number هو ضعف ال odd number، وال odd number راح نعطيها w. زين، هسه أجي شنو أعوض، يعني معناته شنو حيصير؟ أنا حيصير عندي الواحد هو odd حين w، الاثنين هو even هنا 2 w، الثلاثة هو odd w، الأربعة هو even فهنا عندي 2 w، الخمسة هي w، الستة هي 2 w. زين، هسا إحنا شنو نريد منا؟ نريد نطلع هسا نريد نطلع قيمة ال w. زين، هنا عندنا قلنا هذا مو equally likely. ليش؟ يعني معناته إنه هذه ال outcomes مال ال sample space العناصر ما تظهر، يعني الاحتمالية مالتها تكون ما متساوية، كل واحد يعني كل عنصر بيها يعني احتماليته يختلف عن الثاني، بس بالنتيجة حتى لو اختلفت، حتى لو كلهن صفر وواحد من عندهن بس باحتمالية، بالنتيجة لازم انه يكون ال probability مال السامبل سبيس يساوي واحد. يعني ايش قد ما تكون هنا توزيع القيم ال probability داخل السامبل سبيس، يعني ال probability اللي هي لكل عنصر من عناصر السامبل سبيس، ايش قد ما تكون التوزيع بين عنصر وثاني، لازم بالنتيجة مجموعهم يكون واحد. زين، فهسه هنا أنا راح أستغل القانون اللي هو probability of s يساوي واحد، فشنو حقول؟ واحد يساوي w plus 2 w plus w اللي هي اللي هو probability مال العناصر اللي داخل ال sample space. هنا عندي w 2 w w plus 2 w plus w plus 2 w. هنا أنا عندي 1 2 3 5 6، هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7، ما مفروض تطلع 9، يعني هذه هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فعندي هنا ايش حيصير؟ 9 w راح يساوي لي واحد، الواحد قلنا هي ال probability of the s، فبالنتيجة يعني probability of the s يعني probability of sample space اللي هي هذه p of the s، هذه هي قلنا هي الواحد. زين، هنا طلع لي 9 w تساوي واحد، فال w هي حتكون عبارة عن 1/9. زين، هسه طلعت ال w، هسه صار سهل ان اطلع ال probability of the event. probability of the event شنو دا يريد؟ يريد ال probability of the event إذا كانت الأرقام اللي تظهر هي أقل من الأربعة. زين، هسه بالبداية أنا أكتب الـ event شنو هي الأرقام اللي أقل من الأربعة اللي هي جزء طبعاً من الـ sample space. هنا أنا عندي حتكون 1 و2 و3. زين، الـ probability مال كل واحد، يعني مال probability مال الواحد، الواحد هو شنو؟ هو odd، 1/9 اللي هو جاي من شنو؟ جاي من w. زين، زائد probability of الاثنين هي 2/9 اللي هو مين جاي؟ جاي من 2 w، زائدا 3 اللي هو probability of the odd اللي هو w.
ال W احنا طلعنا قيمته اللي هو هنا يصير 1/9، هنا 2/1/9، هنا زائد 1/9. فهنا عندي 1/9 زائد 2 3 زائد 1 يطلع 4/9. إن شاء الله يكون الشرح واضح. عندي هذا مثال آخر اللي هو تابع للمثال السابق. يقول in the previous example، بالمثال السابق يعني المثال يقصد به أنه هماتين هو نفس هذا الحجر النار ونفس الفرضية اللي موجودة بالسؤال أنه احتمالية ظهور العدد الزوجي، الرقم الزوجي هو ضعف احتمالية ظهور الرقم الفردي. بس شنو ده يطلب فد أحداث أخرى، يعني event آخر. ده يقول إنه الـ A هو أيضا event اللي هو شيء يمثل لي الأرقام الزوجية، زين. والـ B هو أي حدث آخر يمثل لي الأرقام اللي تقبل القسمة على 3. اللي دا يريده شنو؟ اللي يريد نطلع ل probability of A اتحاد B و probability of A تقاطع B. هسه بالبداية أنا شنو نسوي؟ إحنا ساعدنا بالسؤال حاليا، طلعنا الـ W بالاعتماد على الفرضية، طالعين إحنا sample space. هسه بالبداية أطلع الأحداث اللي هي الـ A والـ B، وأطلع الـ A تقاطع B. الـ A تقاطع B هذه راح ينتج لي فد حدث آخر، فد حدث جديد يعني بأرقام جديدة، والـ A تقاطع B هذا هو هم يعتبر حدث، اللي هو يعني حدث ناتج من اتحاد حدثين، هذا حدث ناتج من تقاطع حدثين. فهذا الحدث الناتج هو أيضا هو هم عبارة عن يعني مجموعة أرقام. فهذه الأرقام اللي هي طلع الـ probability اللي هي مال كل عنصر من هذه العناصر داخل هذا الـ event الناتج، وأجمعها بنفس الطريقة. هسا عندي إحنا قلنا الـ A هو يمثل الأرقام الزوجية اللي هي 2, 4, 6، ما عندي بالزار غير هذني الأرقام الزوجية، زين. البي شي يمثل لي الأرقام اللي تقبل القسمة على 3، اللي هي شنو هي؟ اللي هي 3 و6، ما عندي بعد غير رقم يقبل القسمة على 3 بدون باقي. فهسه شنو أجي أطلع؟ أي اتحاد بي، أي اتحاد بي هو شنو يمثل لي؟ 2, 4, 2, 3, 4, 6، زين. أي تقاطع بي شنو المتشابه؟ المتشابه فقط 6. هسه أجي أطلع الـ probability مال هذا الناتج والـ probability مال هذا الناتج. الـ probability مال هذا الناتج الاتحاد هو عبارة عن هنا عندي شنو؟ الرقم الاثنين، الاثنين هي شنو؟ زوجي، إذا الزوجي هي 2/9، 3 فردي 1/9، 4 زوجي 2/9، 6 زوجي 2/9، مجموعهم شي يساوي لي 7/9. الـ probability of A تقاطع B هي عبارة عن بس 6، 6 هي زوجي فشقد هي 2/9. هسه نجي لو نجي نلخص الكلام اللي شرحناه، دي يقول انه بحالة الـ equally likely، بحالة الـ equally likely إذا أريد أطلع الـ probability، إذا أريد أطلع الـ probability للـ sample point، هنا عندي خليني نجي نقرأ. يقول if the sample space of an experiment يحتوي على n من العناصر، زين، all of which are equally likely، يعني كلها هي احتمالية ظهورها يكون متساوي. فهنا عندي الاحتمال، فبالنتيجة أقدر أني أستنتج احتمالية كل عنصر من عناصر السامبل سبيس يكون هو 1/n. هاي طبعا شنو؟ فقط
في حالة الـ equally likely. يعني هسه لو نجي نرجع على على المثال اللي بالبداية اللي أخذناه مال الـ مال الكوين اللي هو مال هيد وتيل، الفرضية كانت هي equally likely. إحنا طبعا حسبنا وحدة وحدة، ليش يعني حسبناها بالتفصيل على مود نوضحها، لكن لو نجي يعني نطبق مثل ما دا يقول إنه هي equally likely وعدد عناصرها كانت 4 اللي هي head head وhead tail وtail head وtail tail، فمباشرة إنه ال W راح تطلع لي هي عبارة عن 1/N اللي هي 1/4. هذه هي المقصود بها. زين هذه زين the probability of any. زين إذا أريد أطلع يعني هم نفس الحالة، هم ماتين اللي هي equally likely، هم equally likely، اللي إذا أريد أطلع ال probability مال event معين، وهذا الايفنت هو بي عناصر يعني وجزء منها موجوده بالسامبل سبيس. هنا the probability of an event A يحتوي containing n، يحتوي على فد عناصر of this n، يعني يحتوي على عناصر جزء يعني جزء منها بالسامبل سبيس، فمعناتها ال probability of A مباشره اطلعها هي من n على ال n n capital. ال n small هي المقصود بها عدد العناصر المال ال event، وال n capital المقصود بها هي العدد العناصر مال sample space. فهنا لو نجي لو نرجع لنفس المثال اللي هسه اللي قلناه يعني قبل شوية اللي هو مال coin اللي هو كانت ب اللي هو كانت بي الاحتمالية الـ equally likely. هنا نجد عندي هي 3، هنا عندي هذه equally likely قلنا طلع، فهنا عندي الـ probability اللي هي الـ W هسه طلعناها راح تطلع مباشرة اللي هي 1/N، حتصير 1/4. زين إذا أريد أطلع الـ probability مال event مباشرة، إذا هسه يعني بالاعتماد على هذا القانون مباشرة، بدل ما أني أجمع مثل ما هسه سوينا، أقول اللي هي N على N. الـ N اللي هي شنو؟ اللي هي عدد عناصر الـ event اللي هي جيد 1 2 3. فهنا عندي 3 على ال n اللي هي الكلية اللي عدد عناصر السامبل سبيس اللي هي 4، فهنا حيطلع لي n على 4. ومثل ما يعني لازم نذكر انه هذا القانون يتطبق، هذا القانون يتطبق نطبقه فقط بحالة ال equally likely اللي هي من تكون ال probability لل outcomes مال ال sample space تكون متساوية. يعني المثال الثاني مال حجر النرد اللي مال نسبة ظهور ال even وال odd، ال even ضعف ال odd، ما أقدر أطبق عليه هذا القانون لأنه هو مو equally likely. زين هسه عندي هنا مثال اخر for statistic class. عندي فد class يحتوي على مجموعة من الانجينير في مختلف الاختصاصات، اللي هو 25 واحد من industrial engineer، و 10 mechanical engineer، 10 electrical engineer، و 8 civil engineer. If a person is randomly selected by عندي إذا by instructor، إذا عندي شخص من الأحد يعني من أي شخص من هذول الأشخاص تم اختيارهم بشكل عشوائي حتى يجاوبون على الأسئلة، أوجد يقول ال probability يعني أوجد احتمالية إنه هذا الطالب الذي تم اختياره هو يكون تخصصه industrial engineer على الأغلب، هذا فرع A. فرع B أو يعني يقول احتمالية أنه هذا الطالب اللي تم اختياره بشكل عشوائي يكون من الـ civil engineer، or هنا الـ or ركزوا عليها، هذه يعني حنشوف هسه شلون راح نحسبها،
or electrical engineer major على الأغلب. زين هسه هنا أنا من البداية راح أفرض هنا عندي راح أرمز هنا أنا الآي للإندستريال إنجينير، الإم للميكانيكال إنجينير، الإي للإلكتريكال إنجينير، والسي للسيفل إنجينير. هنا طبعا ريسبكتيفلي يعني بالتعاقب. زين هسه لو نريد نجي نشوف إنه الاحتماليات اللي كل هذول يعني السامبل سبيس مال كل هذول المهندسين هي equally likely. ليش؟ لأنه ما ذاكر لي بالسؤال يعني قايل لي فد أفضلية لاختيار اختصاص معين دون الآخر، ما قايل لي، يعني كلهم احتمالية اختيارهم بنفس الاحتمالية، لأن احنا نختار بشكل عشوائي أي واحد، فاحتمالية اختيارهم كلهم حتكون نفس الاحتمالية، ماكو واحد إلا فد أفضلية بالاختيار على الثاني. فهنا حتكون عندي الحالة اللي هي equally likely. فمن عندي equally likely نقدر احنا نطبق هذا القانون. زين هسه بالبداية حتى نطبق هذا القانون لازم أعرف العناصر مال الايفنت الان والعناصر مال السامبل سبيس. العناصر مال السامبل سبيس هي المجموع الكلي اللي هي عبارة عن 25 اللي هي ايش قد حيطلع 53. هاي 53 مين جاية من 25 اندستريال انجينير و10 ميكانيكال زائدا 10 الكتريكال هنا 10 زائدا 8 سيفل انجينير، مجموعهم راح يطلع 53. زين هسه نجي نحل اول مطلب. بما انه الاندستريال انجينير هو 25 هو شنو هذا؟ يعني هسه احنا فرضنا انه هذا الاي هو الايفنت. زين فاذا اريد اطلع probability of الاي هو شنو؟ n على n، الان اللي هي قلنا العدد العناصر مال هذا الايفنت اللي هي شقد عددهم؟ عددهم الاندستريال انجينير 25 على الان الكلية اللي هي شقد 53. فهنا 25 على 53. طبعا ارجع واقول هذه الحالة فقط لانه عندي equally likely يعني اطبقها. زين المطلب الثاني يقول لي أوجد احتمالية بأن يكون هذا الشخص الذي تم اختياره هو من قسم المدني اللي هو civil engineer أو الكهرباء اللي هو electrical engineer. الأور هنا أنا الأور شان أترجم الأور؟ الأور هي تترجم بالاتحاد، فمعناتها إحنا شنو نريد نطلع احتمالية السي اتحاد إي. السي اللي هي تمثل لي السيفل والإي تمثل لي الإلكتريكال. زين بالبداية حتى أطلع البروبابيلتي مال ناتج هذا الاتحاد لازم أطلع البروبابيلتي مال السي والبروبابيلتي مال الإي. زين البروبابيلتي مال السي هي إيش قد؟ السي هم إيش قد؟ نرجع السي عددهم اللي هم السيفل عددهم 8 والإلكتريكال عددهم 10. فلو أجي أقول P of C تساوي 8 على 53 وال P of E هما عددهم احتمالية الإيفنا إيش قد حصير؟ 10 على 53. زين أنا شنو أريد؟ أنا أريد أطلع probability of C اتحاد E. الاتحاد بالاحتمالية بحساب الاحتمالية يترجم إلى زائد، فهنا عندي ال P of C اتحاد E هي عبارة عن P of C plus P of E. ال P of C هي 8 على 53 plus 10 على 53، فهنا يطلع 18 على 53. لهنا
نكتفي بالمحاضرة، نكمل إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. وأي سؤال أو استفسار ممكن تسألون وأجاوبكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.